بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة، عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنواصل إنجاز تمارين باستطاعة تحويل الطاقة، ومع السلسلة الثانية مباشرة أطبق معارفي في الصفحة 70-71 من كتاب الجيل الثاني. إذن ومع التمرين رقم 7 المعنون بمجفف الشعر، شغلت إيمان مجفف الشعر لمدة 30 دقيقة، حول الجهاز خلالها طاقة قدرها 750 واط ساعي. أحسب استطاعة التحويل لهذا المجفف. إذن هنا عليك أن تنتبه، فالقيمة 750 واط ساعي هي قيمة الطاقة المحولة وليست استطاعة التحويل، يعني ربما يقع لك الالتباس. إذن فمنها ومن الزمن نستخلص استطاعة التحويل لهذا المجفف. إذن المعطيات أو السندات الموجودة معنا هي الزمن يساوي 30 دقيقة، والطاقة المحولة تساوي 750 واط. المهام أو المطلوب منا هو إيجاد استطاعة التحويل، يعني مطلب واحد استطاعة التحويل لهذا الجهاز أو هذا الآلة. إذا مراحل الإنجاز تتمثل في الأول، نقوم بتحويل الزمن من الدقائق إلى الساعات، يساوي 30 دقيقة على 60، وبالتالي يكون الزمن نصف ساعة، تي يساوي 0.5 ساعة. ثم نتذكر العلاقة التي نحسب بها الاستطاعة، بي تساوي او على تي، او موجودة وتي موجودة الآن، بي يساوي 750 واط ساعي على 0.5. نختزل الساعة مع الساعة، وبالتالي نجد قيمة الاستطاعة بي تساوي 1500 واط. إذن هذا بالنسبة للتمرين رقم 7. نمر إلى التمرين رقم 8، حسابات في الطاقة. جهاز كهربائي استطاعة تحويله 3000 واط، استهلك خلال تبادل طاقوي طاقة محولة قدرها 6000 كيلو جول. أولا أحسب زمن التحويل اللازم لذلك. اثنين، ما مقدار الطاقة المحولة الكهربائية المحولة خلال ساعتين من الزمن مقدرة بوحدة الكيلو واط ساعي. هنا كذلك نستخرج السندات المعطاة في هذا الوضعية. لدينا الاستطاعة بي تساوي 3000 واط، والطاقة المحولة E تساوي 6000 كيلو جول، والمهمة المطلوبة منا هي حساب زمن التحويل اللازم لهذا المقدار من الطاقة. إذن الإنجاز في المرحلة الأولى، نقوم بالتحويل، تحويل الطاقة من الكيلو جول إلى الجول. E تساوي 6000 كيلو جول في 1000، ف 600 في 1000 معذرة، تعطي لنا 600000 جول. بعد ما حولنا إلى الجول، نستطيع الآن استخراج الزمن بالثواني. تي تساوي او على بي، يعني من القانون استطاعة استنتجنا القانون الثالث. لدينا القانون الأصلي هو الاستطاعة تساوي الطاقة على الزمن، ومنه الزمن يساوي الطاقة على الاستطاعة. نطبق تي تساوي 600000 جول على 3000 واط، تطبيق مباشر. قلنا سنجد الزمن بالثواني، تي يساوي 200 ثانية. نمر إلى المطلب الثاني. المطلب الثاني، ما مقدار الطاقة الكهربائية المحولة خلال ساعتين من الزمن مقدرة بالكيلو واط ساعي. إذن هنا الزمن المعطى هو ساعتين، والاستطاعة معلومة، ويريد منا أن نستخرج مقدار الطاقة المحولة خلال ساعتين. إذن بي يساوي 3000 واط على 1000. لماذا هنا؟ يعني حولنا من الواط إلى الكيلو واط لكي نحسب مباشرة الطاقة بالكيلو واط ساعي، والزمن سنحوله كذلك
إلى الساعات، فهو لدينا ساعتين. إذن E يساوي P ضرب T، E يساوي 3 كيلو واط في 2 ساعة، وبالتالي E يساوي 6 كيلو واط ساعة. نمر إلى الوضعية الموالية، التمرين التاسع، الاستهلاك الطاقوي للأجهزة المنزلية. تشغل هذه الأجهزة الكهربائية معا ولمدة ساعة. إذن هذا المعطى الأول. هذه الأجهزة المبينة في الصورة التي هي أربع أجهزة تشغل معا لمدة ساعة. واحد، ما هي العلاقة التي تربط بين E و P و T مع ذكر الوحدات؟ ثم ثانيا، ما هي الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف كل جهاز؟ ثالثا، ما هي الطاقة المستهلكة الكلية بالجول؟ إذن رتبنا إجابتنا في هذا الجدول. لدينا المقدار وعلاقة حسابه لنجيب على السؤال الأول. إذن المقدار هو الأول هو الطاقة، المقدار الثاني هو الاستطاعة مثل ما ذكر، والمقدار الثالث هو الزمن. الآن ما هي علاقة حساب كل مقدار، يعني علاقة هذه المقادير ببعضها؟ الطاقة تساوي الاستطاعة في الزمن، والاستطاعة تساوي الطاقة على الزمن، والزمن يساوي الطاقة على الاستطاعة. إذن هذه هي العلاقات التي تربط هذه المقادير ببعضها البعض. زمن التشغيل الآن هو زمن مشترك يساوي 1 ساعة كما ذكر. ما هي الطاقة الكهربائية المستهلكة من طرف كل جهاز؟ هنا نذكر الجهاز ونطبق الطاقة التي يستهلكها كل جهاز. إذن الجهاز الأول الطاقة التي يحولها، ثم الطاقة الكلية. إذن الجهاز الأول A استطاعته 2000 واط، الجهاز الثاني B استطاعته 40 واط، والجهاز الثالث C استطاعته 75 واط وهو المصباح الأول، والجهاز الرابع هو D يساوي 100 واط يعني المصباح الثاني. الطاقة التي يحولها كل جهاز، هنا الطاقة قلنا تساوي استطاعة تحويل الجهاز في زمن تشغيل، يعني هذه المقادير تضرب في ساعة، يعني تبقى على حالها. اللهم إلا إذا حولنا بالاستطاعة، المعذرة، هنا نعم، يعني إذا حسبنا بالواط ساعي تبقى المقادير على حالها. ما دام نحسب بالجول نضرب في 3600، إذا 2000 في 3600 تعطينا 7,200,000 جول. ثم في الجهاز الثاني تعطينا 144,000 جول، وفي الجهاز الثالث تعطي لنا 270,000 جول، وفي الجهاز الرابع تعطي لنا 360,000 جول. يعني كيف وجدنا هذه المقادير؟ قلنا استطاعة التحويل للجهاز 2000 مضروبة في 3600، وهكذا 40 في 3600، 75 في 3600، و 100 في 3600. لو طلب منا بالواط ساعي، يعني لحولنا مباشرة المقادير من كما هو مكتوب من الواط، نضيف لها الساعة، واط ساعي، يعني تولي 2000 واط ساعي، 40 واط ساعي، 75 واط ساعي، و 100 واط ساعي، يعني ما دام زمن التشغيل هو ساعة واحدة. نحسب الطاقة الكلية، نجمع هذه المقادير، فنجد ET يساوي 7,974,000 جول. إذن هذا بالنسبة لما هو مطلوب. التمرين العاشر يقول: الفرن الكهربائي، ما مقدار الطاقة الكهربائية التي يحولها فرن كهربائي استطاعة تحويله الطاقة 3.5 كيلو واط ساعي خلال ساعة من الزمن، مقدرة بالجول ثم بالواط ساعي ثم بالكيلو واط ساعي؟ إذن السندات في هذا التمرين هي استطاعة التحويل P تساوي 3.5 كيلو واط، والزمن المعطى هو 1 ساعة،
ثم المهام كما ذكرت تتمثل في إيجاد طاقة بالجول، ثم بالواط ساعي، ثم بالكيلو واط ساعي. إذن مراحل الإنجاز تتمثل في الآتي: هنا حولنا الاستطاعة من الكيلو واط إلى الواط 3.5 في 1000 تصبح، وثم نحول الزمن من الساعة إلى الثانية لكي نجد قيمة الطاقة بالجول تي تساوي 1.3600، ونحسب الاستطاعة الطاقة معذرة 3500، يعني هنا 3500 ما هي إلا حاصل 3.5 في 1000، أي الاستطاعة بدل ما كانت بالكيلوات صارت بالواط تساوي 3500 مضروبة بالزمن بدل ما كان ساعة صارت 3600 ثانية، ونجد الطاقة الآن مقدرة بالجول وتساوي 12,600,000 جول. ثم نمر إلى إيجاد قيمة الطاقة بالواط ساعي. هنا نبقي الاستطاعة بالواط ونبقي الزمن بالساعة، يعني نعود إلى الساعة 3500 واط في 1 ساعة، تبقى النتيجة على حالها، الطاقة تساوي 3500 واط ساعي. الآن إلى الكيلو واط ساعي نقسم أو نحول معذرة نقسم على 1000 الواط ساعي إلى على 1000 تعطي لنا الطاقة بالكيلو واط ساعي تساوي 3.5 كيلو واط ساعي. نمر إلى الوضعية الموالية: مصابيح سيارة، إن استطاعة التحويل الطاقوي لمصباحي الإنارة الأمامية للسيارة تساوي 45 واط للمصباح الواحد، احسب الطاقة المحولة E في المصباحين خلال ساعتين من التشغيل معبرا عنها بالجول ثم بالكيلو واط ساعي. معذرة. إذن صممنا هذا الجدول للإنجاز: المصباح استطاعة التحويل، المصباح الأول استطاعة تحويله بي تساوي 45 واط، والمصباح الثاني مماثل له بي تساوي 45 واط. إذن الطاقة المحولة بالجول، زمن التشغيل، هنا الطاقة نذكر بالقانون E يساوي P ضرب T، والطاقة المحولة E تساوي 2، لاحظ ماذا فعلنا، 2 ما هي؟ 2 هنا هي مصباحين في 45 اللي هي استطاعة المصباح الواحد، والمصباحان متماثلان ويشغلان معا، تقسيم 1000 يعني حولنا من الواط إلى الكيلو واط، ثم ضربنا في زمن التشغيل الذي قال هو ساعتين، احسب الطاقة المحولة في المصباحين خلال ساعتين، إذن ضربنا في 2 نجد الطاقة المحولة كم تساوي. إذن الطاقة المحولة بالكيلو واط ساعي تساوي 0.18 كيلو واط ساعي. هنا في المرحلة السابقة محولة بالجول، هو قال في البداية احسب الطاقة محولة معبر عنها بالجول ثم بالكيلو واط ساعي، إذن بالجول نفس الشيء يعني لا يختلف، فقط نحول الزمن، لدينا الطاقة تساوي P ضرب T، نفس القانون طبقناه E يساوي 2 اللي هما مصباحين في 45 واط في الزمن حولناه إلى الثواني فقط، 2 في 3600 تكون الطاقة المحولة E تساوي 648,000 جول، يعني هذا المقدار 648,000 جول هو نفسه هذا المقدار 0.18 كيلو واط ساعي. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم منه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.